عيد العرش، عيد تجدد الولاء الصادق والعريق بين الملك والشعب، عيد لفتح صفحة جديدة تنضاف إلى صفحات التحدي والإنجازات. تحدي بناء المغرب الأصيل والمعصرا، قوامه التنمية ومواصلة البناء والحفاظ على المكتسبات وتثمينها بمكتسبات أخرى بمختلف الأصعد والمجالات. بالواضح تجري برنامجا خاصا عن الذكرى 21 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره عرش أسلافه الميامين. عيد العرش المجيد، العام الأول من العقد الثالث من حكم الملك محمد السادس، إنجازات وتحديات. تزامنا مع عيد الأضحى المبارك تخلد المملكة المغربية الذكرى 21 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. يحتفل المغاربة بالذكرى 21 لعيد العرش المجيد، مناسبة جادة لتقييم التحديات والتعريف بما أنجزته المملكة المغربية من إصلاحات سياسية وتنموية واقتصادية ساعدت على تعزيز الديمقراطية والحفاظ على الاستقرار والأمن. يوقد الاحتفال بالذكرى 21 العام الأول من العقد الثالث لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين التي يخلدها المغاربة يوم 30 يوليوز من كل عام في جو من الافتخار والاعتزاز والتلاحم في نفوسهم شعلة مواصلة السير إلى الأمام بكل قواهم وبدون تردد، واستحضار تاريخ مغربهم الحافل بالأمجاد وبذل الجهود تلو الجهود لبناء المستقبل الزاهر. وفضلا عن تجسيده لأواصر الولاء الدائم والبيعة الوثقى والتلاحم العميق بين العرش والشعب، يشكل الاحتفال بعيد العرش مناسبة لاستحضار الإنجازات والأوراش التنموية المفتوحة بمجموع أقاليم المملكة. فعيد العرش عيد الأمل والاستمرارية والبيعة والنهضة الشاملة والإخلاص لله والوطن والملك. لقد شكل العرش المغربي على مر العصور والدهور عماد الدولة المغربية ورمز وحدتها وركيزة قوتها وضمان مستقبلها، باعتباره يجسد كل تطلعات الشعب المغربي وطموحاته في التنمية والنماء والعزة والرخاء، وهو الساهر على تقوية الروابط وتمتين الأواصر بين كافة الطبقات الشعبية في دولة الحق والقانون. وقد ساهم شعار الشعب بالعرش والعرش بالشعب الذي تردد منذ بداية الكفاح من أجل الاستقلال، وهو شعار مكن الشعب المغربي بقيادة عاهله من تحقيق الكرامات لإحقاق الحق وإزهاق الباطل خلال عهد الحماية وبعد بزوغ فجر الحرية والاستقلال، في إذكاء جذوة النضال من أجل الحرية والانعتاق، كما أنه اليوم ضمان لمستقبل مزدهر تحت القيادة الحكيمة لسليل الأشراف العلويين جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وفي خضم التحولات الخطيرة والأحداث الجسيمة التي يعيشها العالم، تتطلع المؤسسة الملكية المغربية لكل عزم وحزم وثبات للوقوف سدا منيعا أمام مسببات كل أنواع التخلف في الأوساط الاجتماعية، سائرة بكل تحدي ومسؤولية على نهج بناء وتشييد المنشآت الكبرى الاقتصادية والصناعية والفلاحية والطاقية لزرع بذور الأمل على أرض المغرب لصالح شعبه الناهض وأجياله الصاعدة التي تجعل نصب عينها العمل الدؤوب والإخلاص للثوابت التاريخية، وتقف صفا واحدا من وراء العرش العلوي أمام كل التحديات السافلة والخروج عن الطريق السوي المستقيم. وتتجسد الدلالات الرمزية الكبرى التي يشكلها الاحتفال بعيد العرش في تاريخ المغرب الحديث في تجديد البيعة المعهودة بين العرش والشعب، وفي الاستمرارية التاريخية للنظام الملكي، وفي الترابط بين القمة والقاعدة لبناء المغرب وإعلاء شأنه بين الأمم في كل المجالات. ويواصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس
وارث سر محمد الخامس والحسن الثاني طيب الله ثراهما أداء الرسالة المثلى في تنمية البلاد والسعي إلى تحقيق رقيها ونهضتها، ويتابع حفظه الله مسيرة البناء والتجديد للمغرب الحديث بما يبذله من جهود هادفة إلى تحقيق أمان شعبه التواق إلى نهضة واسعة وتنمية شاملة وحياة رغيدة، موليا جلالته عنايته الخاصة لإرساء دعائم دولة الحق والقانون ولتنمية بلاده تنمية بشرية مستدامة تربويا وصحيا واجتماعيا وثقافيا، ولتعزيز البنيات التحتية للوطن بتشييد المنشآت التجهيزية الكبرى من موانئ ضخمة وطرق سيارة وسدود نافعة وتجهيزات فلاحية عظمى لتحقيق المغرب الأخضر المثمر الزاهر، حيث يضع جلالته الأسس الكفيلة لوضع المغرب الجديد على سكة العصرنة والنماء. ولأن الأزمات تظهر معادن الرجال، فإن سنة 2020 سنة الأزمات العالمية بامتياز بفعل ظهور جائحة كورونا المستجد، فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس وبحكمته ويقظته السديدتين أبرز أنه رجل إدارة الأزمات، حيث ما فتئ جلالته أن يتخذ قرارات استباقية واحدة تلو الأخرى جعلت العالم يسجل عنه المقولة التي باتت مشهورة، وهي الإنسان قبل الاقتصاد. إلا أنه ومع توالي الشهور والأسابيع زاد الحرص الملكي على شعبه الوفي أكثر لمتابعة جيل جديد من القرارات من أجل إنقاذ اقتصاد شعبه. كما أن الأزمة العالمية أظهرت أيضاً قوة الصناعة المغربية في مغرب محمد السادس التي شهد معها العالم كيف بات الصانع المغربي والآلة المغربية يصدران منتوجات ذات الصلة إلى دول من قائمة العالم المتقدم كأوروبا والولايات المتحدة، إضافة إلى عدم نسيان العمق الإفريقي للمغرب عند الشدائد كما عند الرخاء من خلال إرسال هبات ومساعدات إلى عديد من الدول الإفريقية لتجاوز المحنة الوبائية. ومع تزامن ذكرى عيد العرش المجيد مع عيد الأضحى المبارك وبروح من التضحية والعزيمة، صمم جلالة الملك محمد السادس منذ اعتلاء العرش على مواجهة المشاكل التي تعترض سبيل تحقيق التنمية الشاملة والتجديد المستمر مع قطع الطريق على كل أسباب الفساد والريع، بتبني مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مهما كانت هوية الفاسد، إضافة إلى الحرص على استثمار الأواصر الوطيدة التي تجمع بين العرش والشعب في عملية التجديد وبناء المستقبل. ولعل أهم ما يبرز حرص جلالة الملك على استثمار وتنمية الأواصر الوطيدة التي تجمع بين العرش والشعب هو العناية الفائقة لجلالته بالناحية الاجتماعية لرعاياه منذ أن كان وليا للعهد. وعمل جلالته حين تولى عرش أسلافه المنعمين على تفعيل وتحريك مؤسسة محمد الخامس للتضامن التي كان قد أنشأها جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، فكان له الباع الطويل فيما تحقق في هذا المضمار من نتائج إيجابية يطال نفعها الفئات المحرومة والشرائح الاجتماعية المعوزة وكل من هم في وضعية صعبة، فضلا عن إغاثة المنكوبين ومساعدة المعوقين الذين أصبحوا متعلقين بجلالته في عناية خاصة يوليها لهم في جميع خطبه السامية ويتبعها بالتنفيذ العملي بما يشيده لمؤسسات خيرية عديدة وتفقد أحوالها باستمرار في كل مناسبة سامحة.